عن مصالحه وحقوقه. السيد وليد المعلم الآن يدخل، تشاهدون الآن دخول السيد وليد المعلم إلى مبنى وزارة الخارجية والمغتربين للإدلاء بصوته في انتخابات رئاسة الجمهورية العربية السورية، ومعه السيد فيصل المقداد وحشد من الدبلوماسيين. إذن السيد وليد المعلم الآن يتقدم بهويته الشخصية للإدلاء بصوته في انتخابات رئاسة الجمهورية. دخل الآن السيد وليد المعلم إلى الغرفة السرية ليختار رئيسا للجمهورية العربية السورية، ومعه السيد فيصل المقداد. سيد وليد، أول شيء الحمد لله على سلامتكم وعلى عودتكم سالمين. تفضل تفضل. أول شيء الحمد لله على سلامتكم، الحمد لله على عودتكم سالمين. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك. سيد وليد، في البداية في أي سياق تضعون هذا اليوم وهذا الاستحقاق الوطني في مسار الحرب الكونية على سوريا؟ أولا أحيي الشعب السوري الذي زحف إلى صناديق الاقتراع في هذا اليوم التاريخي لكي يجدد ما قلناه في جنيف بأن لا أحد في الدنيا يتفوق أو يفرض على الشعب السوري إرادته. اليوم يسجل السوريون إرادتهم الحرة في انتخابات ديمقراطية شفافة تعددية، يسطرون من سيقودهم في المستقبل، يسطرون مستقبلهم بكل حرية وبكل نزاهة. طيب كيف ترددون على المشككين بشرعية الانتخابات الرئاسية اليوم؟ لا أحد هام سوى الشعب السوري، لا أحد يمنح الشرعية إلا الشعب السوري. طيب بعد إنجاز الانتخابات الرئاسية، هل تتوقعون تغيرا في المقاربة الدولية للملف السوري وبخاصة لدى حلف العدوان على سوريا باتجاه وقف العدوان على سوريا؟ أولا حلف العدوان سيرى أنه باء بالفشل وأن الطريق أمامه مسدود، واليوم تبدأ سوريا العودة إلى الأمن والأمان من أجل إعادة الأعمار ومن أجل إجراء المصالحة الشاملة. اليوم يبدأ مسار الحل السياسي للأزمة السورية إن شاء الله. طيب سيد وليد المعلم، وزير الخارجية والمغتربين، كيف ترى إلى المعنى الوطني لهذا الإقبال الشعبي اليوم، المشاركة الشعبية الواسعة في انتخابات رئاسة الجمهورية؟ من ينتمي إلى الشعب السوري يفتخر أن هذا الشعب اليوم يبرهن مرة أخرى على صموده، على صلابته، على رؤيته لمستقبل أفضل إن شاء الله. شكرا لك السيد وليد المعلم وزير الخارجية والمغتربين. إذا كنا مباشرة مع تصريح السيد وليد المعلم وزير الخارجية والمغتربين بعد أن أدلى بصوته وحشد من الدبلوماسيين. مشاهدينا، نحن الآن لازلنا في مبنى وزارة الخارجية والمغتربين، حيث توجه السيد وليد المعلم والسيد فيصل المقداد وحشد من الدبلوماسيين إدلاء بصوتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية العربية السورية. طبعا المشهد اليوم من الإقبال الكثيف للمواطنين كان مشهدا لافتا، يدل على أن هذا أحد أشكال النصر وليس آخره، وهذا يدل على أن سوريا اليوم تنتصر. نعود إليك في الاستوديو جعفر، ونعود إليك في رسائل لاحقة. شكرا لك. شكرا.